المحكمة الإدارية المستأنفة السابعة قضت في جلسة لها اليوم بإلغاء حكم أول درجة ووقف قرار إحالة اللواء فيصل الجزاف إلى التقاعد وإعادته إلى منصبه رئيسا لهيئة الشباب والرياضة، وما يترتب عليه عزل الرئيس الحالي للهيئة الشيخ أحمد المنصور. وجاء حكم المحكمة الإدارية بعد لجوء الجزاف إلى القضاء للطعن بقرار ديوان الخدمة المدنية الذي أحاله إلى التقاعد قبل انتهاء مرسوم تعيينه. وللمزيد ينضم إلينا رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة فيصل الجزاف. أولا سيد فيصل، هل كنت متوقع صدور حكم بإعادتك رئيسا للهيئة من جديد، وما هو تعليقك على حكم المحكمة؟ مساء الخير. أولا شكرا على اهتمامكم بهذا الموضوع واتصالكم. بالبداية بسم الله الرحمن الرحيم. أولا طبعا إذا هناك شكر بعد الله تعالى، أشكر القضاء الحقيقة الكويتي الشامخ الحصن الحصين لكل إنسان يعيش على هذه الأرض، ولدي حقيقة أرجع لحقي، وإن كنت يعني لست إلا خادم في أي موقع يكلف فيه في خدمة هذا البلد، وهذا يعني ما عملت فيه طوال 30 أو 35 سنة سواء رياضيا أو عسكريا أو في موقعي في الهيئة العامة للشباب والرياضة. طيب ولا الحمد يعني ما في شك هذا رد اعتبار كبير لي، ويعني أعطاني حقي القضاء الكويتي بهذا الجانب. وأقول يعني اليوم إحنا يعني موضوع هذه القضية حكم فيها القضاء، وأنا في خدمة الكويت في موقع. إنما سيد فيصل عفوا، هل يعتبر هذا الحكم نافذا؟ طبعا والله الآن هي في إجراءات، يعني المحامي يعني يضم بإجراءاته في موضوع الجانب التنفيذي، وأنا لست مستعجلا في هذا الجانب بقدر ما يعني ما عذرت هذه المحكمة في هذا اليوم وظهر هذا اليوم. هو يعني له إجراءات يبدو من خلال طبعا إجراءات قانونية، أنا لا يعني لا أفهمها كثيرا قد ما الأخ المحامي، وأتقدم بالشكر له على جهوده الحقيقة اللي قام فيها طوال هذا الأمر. فبالتالي أنا يعني المنصب بالنسبة لي هو تشريف وليس تكليف وليس تشريف، والحقيقة يعني أنا حلت التقاعد يعني بدون علمي، وهذا إهانة لتاريخي الحقيقي اللي قدمته وعملت فيه بالهيئة بكل جهد وفناء وأمانة وصدق، وهذا أيضا ما تمثل في تعييني من البداية بثقة القيادة السياسية، ولكن نقول الحمد لله رب العالمين على ما تم. إذن هل تتوقع أن يكون هناك نوعا من الترضيات مقابل استقالتك أو تنازلك عن رئاسة الهيئة؟ والله لا أعلم هذا الموضوع ولا يتم، لكن أنا متروك للوقت في المرحلة القادمة. يعني سأكون في على رأس عملي، وهذا الأمر يعني سابق الحديث عنه. نعم، رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة فيصل الجزاف، شكرا جزيلا لك.